من الله مزيان تبارك الله عليكم. اهلا ان شاء الله ما يكون الا خير. مع الله دور عندنا. اهلا الحاج الحاج صافي هيا الله عليكم الله عليكم. سي كمال دير لي الفيرما ديال العادي مؤتمره العادي بتوجيه من الكاتب العام الشرعي. نعقد مؤتمرا الجهوي في أجواء الاستعداد المكتف لتنظيم المؤتمر الوطني 17 لحزبنا العتيد حزب الاستقلال في ظرفية سياسية معقدة تطرح عدة أسئلة جوهرية على حزبنا وتفرض علينا امتلاك الشجاعة اللازمة لتشخيص الواقع وتقدير حساسية المرحلة لاتخاذ المواقف المناسبة دفاعاً عن الديمقراطية ودولة المؤسسات. وفي هذا الإطار نسجل بقلق كبير المحاولات المنظمة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أجهزة قوى الردة والنقوص، ونأسف للقفز الممنهج والقتل الرمزي للوثيقة الدستورية روحاً ونصاً، ونشجب كل الأساليب الفجة المنسقة بتوزيع دليل للأدوار من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي في الصميم. كما نستنكر التطاول المفضوح على استقلالية القرار الحزبي بالضغط وغير والإغراء والاختراق والتوظيف المخدوم للإعلام العمومي في تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للأحزاب الوطنية وإقحام بعض مؤسسات الدولة في الصراعات الداخلية عن طريق فبركة الاتهامات وتحريك المتابعات السياسية ومعاكسة القرارات بأحكام متحيزة وغير محايدة. ورداً على كل ذلك نجدد التأكيد على أن أي نقاش حول الشؤون الداخلية لحزب الاستقلال والاتحاد العام الشغالين بالمغرب وكل التنظيمات الأخرى المنضوية تحت الحزب والنقابة يجب أن يمر وجوباً عبر المؤسسات التقريرية باحترام تام لشرعية الصفات والمؤسسات وباتباع المستنيد عن الديمقراطية الداخلية التي كانت من أهم
مكاسب المؤتمر السابع عشر. الاتحاد العام الشغالين عاشوا واحد اليوم عرس نضالي متميز. اولا تنفيذا او لقرارات او مقررات اولا المجلس العام الاتحاد العام الشغالين واللجنه التحضيريه للمؤتمر العام الاستثنائي الذي سينعقد في الشهر المقبل. اذا هذا المؤتمر الجهوي كيجي دائما كيف العاده كيف عاده المناضلين اعطاء واحد الفرصه لمجموعه المؤهلات اشخاص مناضلين فاعلين ثم تطعيم الهياكل باطر كفأة مناضله فاعله مؤثره وشابه الى جانبي. اليوم كنعيش واحد النوع من التواصل عن قرب لملامسات قضايا وهموم الشغيله المغربيه والتواصل عن قرب لنا في منظمتنا العتيده كل ثقه، وايضا لنؤكد شرعيه المنظمه الاتحاد العام الشغالين ولنؤكد ايضا شرعيه الكاتب العام الاخ محمد كافي الشراط. نحن اليوم نعيش محطة جديدة من المحطات التي سبق أن عاشها الاتحاد العام الشغالين بالمغرب أيام الرصاص. نؤكد اليوم نحن مع الشرعية ومع كل أساليب التحكم. هناك أشخاص أو البعض شارد، ونحن كنعرفوا في كرة القدم الشارد ترفع له راية الشروط، فما بالك بمحاولة القفز على الحقيقة، القفز على الحقيقة والقفز على الشرعية لغايات يعلمها الجميع، وما هم إلا أدوات مسخرة من طرف التحكم من جهات خارجة عن الاتحاد العام الشغالين. أولا الشكر موصول لجميع إخوان المناضلات والمناضلين وعلى التعب اللي قاموا به أيضا في محاولة منهم لإعادة دماء الاتحاد العام. الاتحاد العام هو واحد الجسم، كثير ما يصاب بنزلة من البرد سرعان ما تزول، سرعان ما يعود إلى نشاطه وإلى حيويته وإلى قوته وإلى صموده. ونحن في المستقبل إن شاء الله سنؤكد قيمة الاتحاد العام الشغالين. وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. الأخ الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام الشغالين المناضل والمجاهد سيدي محمد كافي الشراط، الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، الأخ نائب المنسق والصديق والذي يقوم بدور كبير داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها، الإخوة المفتشون، الأخوات والإخوة في نقابة الاتحاد العام الشغالين بكل القطاعات التابعة للمكتب الجهوي للدار البيضاء. إذن في إطار استعدادات للمؤتمر الاتحاد العام الشغالين المقبل إن شاء الله اللي غادي يكون في القريب العاجل، اليوم تينعقد المكتب الجهوي مؤتمر الحمد لله اللي كان ناجح بامتياز من ناحية أولا التنظيم، ثانيا عدد الحضور، ثالثا كل القطاعات المنتمية لنقابة الاتحاد العام الشغالين على مستوى جهة الدار البيضاء كانت كلها حاضرة، وهذا شيء يؤكد على الشرعية أولا التاريخية لنقابة الاتحاد العام الشغالين، ويؤكد أن التليكوموند لا يمكن أن يشتت الحركة النقابية وخصوصا نقابة الاتحاد العام الشغالين. تم انتخاب الأخ سجود ككاتب جهوي والأخ سلام رشاد كأمين عام، وهذا تأكد على الوحدة التي يعيشها الاتحاد العام داخل مدينة الدار البيضاء، لأن الدار البيضاء هي الانطلاقة ديال تأسيس الحركة النقابية في المغرب من كل الحركات النقابية، وهذا مهم جدا بالنسبة إلينا. اليوم الحضور ديال 1000 مؤتمر جهوي الدار البيضاء يؤكد أن المؤتمر الاستثنائي الذي قام به بعض الأشخاص
ومع كامل الأسف وزارة الداخلية يعني قامت بإعطاء وصل الإيداع لهؤلاء واللي حضر فيه 140 يعني مؤتمر هو مؤتمر سيد نخيل مؤتمر الاتحاد العام الشغالي الحقيقي إن شاء الله سيكون حوالي 2000 مؤتمر إن شاء الله سيكون إن شاء الله في المستقبل وشكرا. الله يخليكم. شكون كتشوفوا كاتب ديال الاتحاد الجهوي؟ وأشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا العرس النضالي المتميز، ونتمنى أن تكون روح الوحدة التي سادت خلال كل مراحل المؤتمر هي الشمعة التي تنير. أشكر أخواتي والإخوة على الثقة الغالية التي أعتبرها شخصي تكليفا وليس تشريف، وبقناعة المبنية إنه كانت قاعدة الاستشارة واسعة وحجم المشاركة التقرير والتخطيط والتنفيذ متقن ومضبوط.